تحية نضالية للشباب الأولوز ديال الحور، تحية من رحم المعاناة من هذه الأرض المقصية، من هذه الأرض التي هضمت حقوقها. احنا اليوم خرجنا الشباب ديال الأولوز، الشباب الحر، أقصد الشباب الحر ماشي الشباب اللي جالس كيتفرج فينا، خرجنا باش نقولوا نحن ضد التهميش، نحن ضد هاد الإدارة هادي، هاد المسؤول هذا اللي يعني صاد المنطقة هادي. خرجنا احنا باش نصرخوا كصوت واحد، واش نقولوا احنا راه ضد هادشي، ضد التهميش هذا، وضد هاد الإقصاء هذا، وضد هاد المسؤولية اللي يعني هاد المسؤول هذا اللي ماشي قد المسؤولية. في صياغة المشاريع التنموية وتعديل طرق المدينة وخصوصا الرئيسية منها، هيكلة جميع أحياء أولوز لتسهيل الحصول على رخص البناء، تفعيل وتهيئة مشروع تطهير السائل لوادي الحار، إعادة النظر في ملف النظافة بمعنى زيادة عدد الحاويات وتوسيع مجال تغطيتها، إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الممتلكات، النظر في وضعية السوق البلدي وجعله بمواصفات عصرية، تعميم الإدارة العمومية في أقرب وقت لكل أحياء أولوز. تحية لدانيا للجماهير الحية، تحية لدانيا للجماهير الصغار بدار الشباب والمركبات الثقافية، مركب ثقافي على البنيان، مركب ثقافي ومرافق عمومية تغطي الشباب اللي غادي في المكاين، لا صحة لا والو، ما هي التعليم، التعليم كيشوف واحد الوضع مأساوي، وحنا مقبلين على فصل الشتاء، يعني وجدوا راسكم الغيث، وجدوا راسكم الروينة، يا مسؤول يا رئيس الشباب كيناديك باش تعطينا الحقوق ديالنا. هذا أولوز الله جوج، لا صحة ولا تعليم، هذا أولوز الله كريم، لا صحة ولا تعليم. البلاد التي في طريقها الى الاحتباس، في طريقها الى الموت، ولكن الحمد لله ما جونا احياء سنمدها بالاكسجين الكافي لكي تبقى على قيد الحياه ان شاء الله. تحيه نضاليه للشباب الحر، نتحدث عن الشباب الضمائر الحيه، تحيه نضاليه للضمائر الحيه، تحيه نضاليه للضمائر الحيه، تحيه نضاليه الضمائر الحيه. كما قلت لكم احنا ماشي حنا باش نكذب عليها شي واحد، حتى